في المشوار بقى انت ليكي افلام كتيره في اهم 100 فيلم، يعني كيت كات، اهل القمه، احلام هند وكاميليا، دي كلها افلام مهمه في المشوار. لكن على الجانب الاخر كان في افلام مش طبعًا. مهمه لا في مش مهمه يعني طبعا، في افلام خالص. بنسميها مقاولات. في طبعا. ندمتي على افلام المقاولات؟ لا لا لا، انا عمري ما ندمت على اي حاجه خالص. ليه بقى؟ لان الافلام المقاولات دي يعني الانتاج بيبقى ضعيف، عشان بس الناس تفهم يعني ايه مقاولات. الانتاج المنتج جاي يعمل فيلم ضعيف، يعني انت هتاخدي مبلغ ضعيف، يعني ما يبقى في فيلم مثلا في قصر، ولا يجيب لك فيلا نص اي كلام يا عبد السلام. الناس متخيله ان المقاولات دي عشان ناخد فلوس، عشان العكس هو الصحيح تماما. دي كانت تماما. طب كنت بتعمليها ليه؟ ما يعني ما انا كنت يعني هفضل مثلا على فيلم احلام هند وكاميليا، وهعمل مع لعب كوبري مع استاذ عادل امام ومحمود، يعني الثلاث افلام دول هم اللي هعملهم. طب يعني طب هيعيش ازاي؟ بس معظم الافلام دي كانت ادوارك برضو، في ادوار اغراء وادوار كذا وادوار كذا، في كل الشغل فيها ادوار اغراء زي ما بتقول اغراء. انا في نظري هي مش اغراء بصراحه. امال ايه؟ لا هي موضوع. يعني مثلا زي مثلا اللعب مع الكبار، هل ده يعتبر اغراء؟ قصه مش عارفين يتجوزوا، يعني هل ما بيحصلش بين اي اتنين بيحبوا بعض في حياتهم ان هم يبوسوا بعض يعني؟ وفي حاجه كوميدي برضو كمان. في طبعا حاجات انا مش هقول لك ان انا ندمانه على اي حاجه عملتها، لا انا كل حاجه عملتها. يعني فيلم كيت كات، استاذ داوود عبد السيد، فيلم كيت كات ده علامه. هل هو عشان اغراء؟ لا مش اغراء خالص. كان بيفضل يقول لي ورايا، يقول لي عايده بصي انت اتجوزتي مثلا في الفيلم، قصه فيلم حد جه اشتراكي ب 10,000 وخلاص ومشي وبتاع، شريف منير ده حبيبك، انا مش عايز يعني ده حبيب عمرك، يعني بتروحي للشيخ بتقولي يا دكروري ادهوني وبتاع، يعني ده حب. بس طبعا هو بيبان للجمهور طالما في بوسه بيبقى اغراء، فخليه اغراء. في فنانين دلوقتي بيقول لك لا، فكره السينما انا لا مش عايز اللمس، ممكن كله بالايحاء. انت ايه رايك في الفرق بين النظريتين؟ لا بصي، انا طبعا انا مش مع ان اي حد يعلق يقول لك لا، انت ممثل وجاي تعمل دور مع مخرج كويس، ورق كويس، لازم يكون مخرج كويس عشان يبقى هدف ايه اللي هو عايزه بالظبط. لكن انا وهي فين السينما طبعا دلوقتي؟ ده لسه بترجع شويه، لسه بترجع شويه. لكن ما احنا هنتكلم على ايه؟ يعني ايه الحاجات اللي لو لا او ايه؟ مفيش حاجه خالص. السينما مفيش. كل حاجه ابتدت ترجع بقى لها كام سنه بصراحه، يعني في اهتمام بالورق وبالسينما، يعني ماشيين على خفيف. لكن مش هنعمل استرس بقى على بيقولوا ويقولوا لا، يعني اللي عايز يشتغل يشتغل، مش عايز يشتغل برضه دي حريه شخصيه.